حملات واسعة للوحدات الأمنية ولمصالح المراقبة الاقتصادية على مسالك التوزيع والمخازن العشوائية بكامل تراب الجمهورية تسفر عن حجز كميات هائلة من المواد الغذائية المدعمة. هذا مستودع عشوائي بمنطقة المهذبية من ولاية نابل، أطنان من المعجنات والمواد الغذائية الأخرى تقدر قيمتها المالية بحوالي 700,000 دينار ضبطت به. لقاو كميات هامة وهامة جدا من المواد الغذائية، تقريبا الكلفة نتاعها في حدود 700,000 دينار. في تاكلسة كذلك لقينا مخازن عشوائية مع الكميات متنوعة منتوجات، لقينا فارينة، لقينا زيت، لقينا السكر، المقرونة، لكن زاد اكتشفنا اللي عديد المحتكرين يخبيوا في مادة اللامونيتر والسداري وغيره الحقيقة من المنتوجات. في القيروان شركة مواد غذائية تخزن كميات هامة من المواد المهربة تم التبليغ عنها لتتحرك المصالح الديوانية الجهوية والفرق الأمنية والتجارية في عملية نوعية وتقوم بحجز المواد المضبوطة بعد معاينتها على أن يتم ضخها في وقت لاحق في المسالك العادية واستصفاء قيمتها في خزينة الدولة. توفر معلومة لدى مصالحنا مفادها تحوز شركة مواد غذائية منتصبة بالقيروان المدينة على كمية هامة من المواد المهربة، تحول الدورية التابعة لمصالحنا، صحبة الدورية التابعة لكل من المصالح الأمنية والتجارة بالقيروان وبالتنسيق مع مصالحنا المركزية، تم التحول إلى الشركة المذكورة. تم حجز 550 لتر زيت نباتي، كيف تم حجز مواد مجهولة المصدر، كمية معناتها قيمتها 78 مليون دينار، محجوزات احنا نحجزوا فيها معناتها يوميا. وكمية كبيرة معناتها كمية أطنان نحجزوا في العجين الغذائي، نحجزوا في السكر، دونك الكمية هذه الكل نحجزوها تباعا يتم ضخها في المسالك العادية ويتم استصفاء قيمتها معناتها في خزينة الدولة. معناتها يوميا حوالي 15 محضر معناتها بحث الأكثر معناتها الإخلال بترتيب الدعم ومعناتها إخفاء بضاعة واحتكار معناتها إخفاء واحتكار. جهد متواصل إذن بالليل والنهار تقوم به وحدات أمنية مشتركة في المناطق الداخلية كما الحدودية بهدف منع تهريب السلاح بطرق غير قانونية إلى أقطار مجاورة. نحن الآن موجودين في نقطة تبعد على الحدود الجزائرية 10 كيلومترات. مثل عملنا اليومي في دورة تشكيل دوريات للمراقبة والجولان ونصب الكمائن، خاصة بعد تطور أساليب الغش لدى المهربي. دوريات مراقبة لوسائل النقل والبضائع ومداهمات واسعة النطاق لعدد من المخازن العشوائية أسفرت خلال الساعات الماضية فقط وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة عن حجز 171 طنا من السميد والفرين والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة و243 طنا من المعجنات غير الصالحة للاستهلاك، هذا إلى جانب 31 طنا من السكر المدعم وأكثر من 30 طنا من الخضر والغلال وما يفوق 5500 لتر من الزيت النباتي إلى جانب أكثر من 2300 لتر من الحليب. كما شمل المحجوز أكثر من 600,000 بيضة إلى جانب كميات هامة من الحبوب والبقول والمواد العلفية ومن حديد البناء.